مرحبا مشاهدي منصة كوليس، أهلا وسهلا فيكم إلى هذه التغطية المباشرة من منطقة شطورة، حيث يوجد أكبر عدد من المصارف في أو فروع المصارف في محافظة البقاع. أصدر أخيرا إذن القرار الذي يعدل التعميم رقم 151، وسيتمكن كل المودعين في المصارف اللبنانية من سحب مبلغ 150 دولار شهريا بالدولار الأمريكي، ونصف المبلغ حيكون الآخر على قيمة سعر صرف الدولار بالسوق، يعني 89500. سعر الصرف توحد بشكل شبه نهائي، يعني سعر الدولار في المصارف وميزانية المصارف ستصبح على سعر صرف 89500، مش على السعر اللي اعتدناه واللي كان 15000 لسنوات. هل هذا يعني أن أصحاب القروض سيضطرون إلى دفع قروضهم الشخصية على قيمة 89500؟ يعني كل صاحب قرض، لأنه الميزانية اعتمدت على سعر 89500، فبالتالي كل حد عنده قرض بأي مصرف لبناني، ساحب القرض ما قبل 2019 ربما بده يضطر يدفع هذا القرض على سعر الصرف الحالي واللي هو 89500، مش على سعر ال 15000 ولا على سعر ال 1500 ببداية العام 2020 وأواخر العام 2019. أصحاب القروض بحيرة كبيرة، لم توضح هذه النقطة بالتعميم أو بتعديل التعميم رقم 151 بشكل واضح للبنانيين. اللبناني اللي عنده قرض رح يضطر يدفعه على 89500، يعني نحن أمام مشكلة كبيرة ستواجه اللبنانيين المقترضين، والأهم العسكريين والموظفين اللي يمكن بيسحبوا معاشاتهم من المصارف. إذا كانوا أخدين قروض سابقة هل رح يدفعوها على 89500؟ وماذا إذا كانت قيمة معاشهم لا تتجاوز 100 أو 150 دولار؟ يعني بده يروح كل معاشهم قيمة القرض؟ لا، بل بدهم يضطروا ببعض الأحيان أنهم يدفعوا أكثر. خلونا نعمل جولة بقلب منطقة شطورة على المصارف بعد تعميم أو تعديل التعميم 151، ورح نحكي بشكل مفصل عنه أكثر. هلأ نحن أمامكم من عدة مصارف في شطورة، عم نشوف المصارف اللي غالبا عم تغلق أبوابها قبل الساعة 2 عكس العادة. رح نشوف الوضع العام على المصارف وعلى مكانات الـ ATM، أي مكانات السحب الآلي اللي ما فيها حدا لحديت هلأ من المواطنين اللي فعليا سحبوا معاشاتهم بكلاتين وبواحد الشهر، وكنا عم نشوف طابور على هيدا المصارف من قبل المواطنين اللبنانيين. عم نتابع معكم هذه التغطية من شطورة، ساحة شطورة وما قبل الساحة. هون بهذه النقطة الجغرافية في أكبر عدد من فروع المصارف في البقاع، يعني كل المصارف إلها فروع تقريبا في هذه المنطقة الاستراتيجية أساسا في البقاع. عم نشوف هلأ مصرف آخر أيضا مغلق، وهذا طبيعي، لكن ما في حدا على مكانات الـ ATM على عكس العادي. في تخوف حقيقة عن أصحاب أو عند أصحاب القروض، تخوف كبير من دفع قروضهم الشخصية على سعر 89500، يعني مش على سعر 15000. ومنعرف انه في عدد كبير من الموظفين اللبنانيين والعسكريين اللي بيتقاضوا معاشات ضئيلة جدا. ماذا سيحل بهؤلاء وكيف سيتمكنون من دفع قروضهم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟ يعني هذا سؤال برسم مصرف لبنان الذي لم يوضح هذه النقطة. مصرف آخر في شطورة يبدو عليه عدد ضئيل
من المواطنين اللي عم يسحبوا جزء من أموالهم. إذن تعديل التعميم رقم 151 الذي يمكن المودعين من سحب $150 شهرياً، والجزء الآخر من المال بيكونوا قادرين يسحبوه بالليرة اللبنانية على سعر 89,500. هذا التعميم الذي وافق عليه، أو التعديل على التعميم الذي وافق عليه المجلس المركزي لمصرفي لبنان، واليوم عقد اجتماع آخر بين الحاكم أو النائب وسيم منصوري وجمعية المصارف لوضع آلية تنفيذية للتعميم المعدل. إذن المودعين في لبنان بعد انتظار لسنوات وبعد خسائر فادحة في ودائعهم سيتمكنون من سحب مبلغ $150 بالدولار الأمريكي شهريا. يعني ممكن لبعض الناس يكون هذا المبلغ قليل جدا، خصوصا بظل الغلاء العالي. يعني لازم ننتبه لأنه شايفين الناس كيف بتسوق. بظل الغلاء العالي في لبنان، غلاء المعيشة، غلاء المواد الغذائية، الأقساط المدرسية، فقيمة $150 مشاهدي منصة كوليس لا تكفي شيئا في لبنان. فماذا يفعل المودع الذي يعمل أساسا براتب ضئيل ويتقاضى جزءا بسيطا من وديعته؟ كيف يتحمل كل هذه التكاليف؟ هذا السؤال لم تجاوب عليه المنظومة السياسية والمصرفية في لبنان. اكتفت بتعديل هذا التعميم ولم توضح نقطة تهم أصحاب القروض اللي سحبوا قروض، إذا حيبقوا يصرفوا قروضهم على 15,000 أو حيصرفوها أو حيدفعوها بالأحرى على 89,500. هذا هو مشهد شتورة في هذه الأثناء. الحركة بطيئة جدا، الإقبال ضعيف جدا على المصارف، على مكانات السحب الآلي الاي تي ام. اللبنانيون في حالة ترقب حول هذا التعميم أو تعديل هذا التعميم. كيف ستكون آلية التنفيذ؟ وكيف سيدفع أصحاب القروض قروضهم الشخصية؟ إن كان السعر رح يبقى على 15,000 أو على 89,000. إذن التعميم رقم 151 عدل بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. الموعد لتحديد آلية تنفيذ حدد أيضا مع المصارف اللبنانية. سيتمكن المودعون في لبنان من سحب ودائعهم، جزء صغير جدا للأسف من هذه الودائع بقيمة $150 فقط شهريا. يعني تخيلوا أعزائي المشاهدين، بظل هذا الغلاء الكبير في المعيشة والمواد الغذائية والأقساط المدرسية وكل تكاليف الاشتراكات، يعني الانترنت، الاتصالات، ربما حتى الكهرباء، الموتور، كل هود الاشتراكات، كيف حيقدر المودع ب $150 فقط شهريا يقدر يسد كل هذه الدفعات؟ كيف حيقدر يقاوم وهو يمكن إذا كان عم بيشتغل على الأراضي اللبنانية عم يتقاضى مبلغ كتير صغير؟ لكن الأهم في هذا الموضوع أنه لم يوضح المجلس المركزي لمصرف لبنان إن كان أصحاب القروض حيدفعوا قروضهم على قيمة 15,000 أو على قيمة 89,500. لم يحدد سعر قبول دفع القرض من بعد تعديل القرار أو التعميم، لأنه بالتعديل ذكرت جملة
تقول أنه ميزانية المصارف ستحسب على سعر 89,500، ما يعني أنه كل حدا ساحب قرض كان عم يدفعه لل 15,000 من قبل هلأ حيدفعه على 89,500. هذا يشكل فعلا خوفا عند اللبنانيين، تحديدا الموظفين الإداريين والعسكريين اللي بحاجة لتوضيح من مصرف لبنان، لأنه أصلا معاشاتهم لا تتجاوز ال 100 و150 دولار. ماذا إذا كانوا ساحبين قروض سابقة بقيمة 200 دولار أو 150 دولار بيدفعوا معاشهم كله أو بيدفعوا حتى زيادة على المعاش للمصرف؟ هذه النقطة جدا بحاجة لتوضيح من مصرف لبنان. سنتابع تغطية هذا الموضوع وسواه عبر منصة كوليس، ما تنسوا تتابعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.colismag.com. معكم كان عبدالله بعلبكي، إلى اللقاء. كوليس مع بعض المشهد.